أوماج. في أوماج اليوم نحكي لكم على واحد من الملاعبية نجم من نجوم الكرة التونسية، واحد من الملاعبية اللي في الفترة الأخيرة ساهموا بقوة في عدة نجاحات وتتويجات للنجمة الساحلية. نحكي عليه اليوم لأنه منذ نهارين يتحصل على جائزة الحذاء الذهبي الأولمبية أفضل لاعب 2016 في البطولة التونسية. أوماج لليوم تحكي لكم على فنان وسط الميدان لارتيستو حمزة الأحمر. حمزة الأحمر والتصويب والثاني والثاني الأحمر. حمزة الأحمر من أين لك هذا يا حمزة؟ من أين لك هذا يا حمزة؟ منين جبتها وين تعلمتها ومنين خذيتها وين قريتها وين 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 يا حمزة؟ حمزة الأحمر من مواليد 1990، ولد حي العوينة بالتحديد حي الشباب سوسة. موهبة ولدت وكبرت بين بطاحي وحوم حي الشباب حي العوينة سوق لحد وطفالة. حمزة من اللي هو صغير يحلم باش يولي كوارجي كبير. الحلمة بدأت عام 2000، أول ديسيزيون ياخوها حمزة الأحمر في حياته يقنع عائلته ويدخل يتدرب مع الملعب السوسي في عمر 10 سنين. شهرين مع الملعب السوسي كانوا كافين باش يوري قدراته فنياته وإمكانياته ويخلي العينين الكل عليه. في مقابلة حتى التوى ما ينسهاش حمزة الأحمر من ذكرته ماتش لعبه مع ستاد سوسيان ضد ليتوال. مقابلة مثلت أول منعرج في حياة حمزة الأحمر، 90 دقيقة عمل فيها كل شيء، صنع الشو والفرجة وكان هو نجم المقابلة دون منازع. بعد الطرح خلى اللي حضروا الكل يحكيوا على ملاعب عمره 10 سنين يروا فيه غدوة كوارجي كبير بشهادة الفنيين والمدربين. وفي أقل من 24 ساعة النجم الساحلي يحط عليه العين ويبعث له المسؤولين وينضم للإتوال مع أصغر مركز التكوين. بعد 10 سنين وبعد ما لعب في كامل الأصناف الشابة للنجم الساحلي وزاد أثبت مكانته وطور قدراته، 2010 النهار اللي كان يحلم به من الصغرى، حمزة الأحمر يصحح عقد احتراف مع الإتوال. عامين مع الإتوال وكما أي ملاعب نجم يتعدى بفترة صعيبة، خلت حمزة الأحمر يخرج إعارة ب6 شهور مع أمل حمام سوسة. 6 شهور خدم فيهم حمزة، عاود أخذ الثقة في روحه وأصبح ركيزة من ركائز الأمل. تمريرات حاسمة، فنيات وأهداف خلوه يرجع للنجم الساحلي من الباب الكبير. في أقل من 2 مواسم بالخدمة حمزة يصبح أساسي في تشكيلة النجم الساحلي 2014-2015-2015-2016. 2 مواسم استثنائية لولد النجمة الساحلية، تتويجات بالجملة كأس تونس، كأس الكاف والبطولة التونسية. 2 مواسم أصبح فيهم حمزة نجم التمريرات الحاسمة والكرات الثابتة دون منازع. حمزة الأحمر في تسديد المخالفات خلى الجمهور المسؤولين أصحابه حتى المعلقين الكل يقفوا وقت التنفيذ لأنه هو اللي يعرف مليح سرها وطريقها منين. الموسم الفارط 16 هدف الولد الإتوال في جميع المسابقات، وحسب تعبيره الهدف اللي يبقى في ذاكرته، 78 دقيقة لعب في ستاد رادس 2-1 للترجي. حمزة الأحمر بكل ثقة في النفس يصوب الكرة من بعيد يغالط الحارس ويعدل الكفة للإتوال. مش يصوب الأحمر قوية، الأحمر يعدلها قوية قوية قوية. حمزة الأحمر ملا تصويبة من الأحمر، ملا شوتة من حمزة يسجل الهدف الثاني. بونتو ساهم بنسمة كبيرة بتتويج فريق جوارة الساحل بالبطولة التونسية. حمزة الأحمر ولات الناس الكل تتغنى باسمه، حتى الفنانين في كنوز تغنوا باسم كنز من الكنوز. ليتوال يا دولة انت أولى، يلا يا حمزة شوتها وماركيها، فوزي البنزارتي يستنى فيها. 2016 موسم استثنائي لحمزة الأحمر، 2016 زاد عرف فيه حمزة الأحمر أهم محطة تحيته وين تزوج بفتاة أحلامه آمنة. اللي حاسب حمزة آمنة تعتبر من أكثر العباد اللي وقفت معاه وسندته إلى جانب عائلته أصحابه جمهور الإتوال والمدرب فوزي البنزارتي. حمزة الأحمر يكمل سيزون 2016 بتتويج جديد وين يتم اختياره كأفضل لاعب في البطولة التونسية ويتحصل على جائزة الحذاء الذهبي الأولمبية. وهكا حمزة يطوي صفحة 2016 ويبدأ صفحة جديدة بأحلام جديدة. أوماج لليوم حكيت لكم على فنان وسط الميدان لارتيستو حمزة الأحمر. أوماج.